هذا يسأل عن الجاهلية. الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجاهلية. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية والحمد لله، وجاء العلم والدين وانتهت الجاهلية، أصبح الناس في علم، أصبحت الشريعة ولله الحمد موجودة ومستمرة. الجاهلية العامة انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه يبقى شيء من الجاهلية في بعض الناس، نعم يبقى شيء من خصال الجاهلية في بعض الناس حتى يتركها، فلذلك يجب علينا أن نترك عادات الجاهلية وأعمال الجاهلية، ومن كان فيه خصلة من خصال الجاهلية يجب عليه تركها. لكن الجاهلية العامة نقول كل الناس في جاهلية، هذا غلط. ما هو كل الناس في جاهلية ولله الحمد، فيهم مسلمون، فيهم أهل سنة، فيهم مستقيمون على الحق. أما أنه يوجد جاهلية في بعض الناس، هذا نعم ممكن.